السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم دائما في قناة هشام للطبخ. الفيديو تاع اليوم إن شاء الله راح نحتفلوا فيه بالدرع الفضي لأي قناة في اليوتيوب بعد ما تلحق 100,000 مشترك راح يكون عندها الحق باش يطلب الدرع الفضي ويرسلوه لها. أنا يعني القناة تاعي لحقت 100,000 مشترك في أقل من 96 يوم، وهذا إنجاز ما شاء الله نحمد ربي عليه، والفضل كل الفضل يعود الله عز وجل. ثم للمشتركين اللي دعموني بالبزاف، ايضا نهدي لكم هذا الدرع الفضي لكل مشتركين من داخل وخارج الوطن، ايضا نهدي للام تاعي اللي دعمتني، وايضا الزوجه تاعي اللي دعمتني ايضا، وكثر خيرها وربي يطول في عمرهم للزوج. دائما الانسان كل ما يلحق الحاجه ماذا به يدي حاجه اخر منها. اليوم رانا وصلنا لقمه 100,000 مشترك الحمد لله، نطمح باش يلحقنا ايضا الدرع الفضي تاع المليون، لما لا مع العام ان شاء الله وتوفيق الله عز وجل والدعم تاعكم. ومن بعد ايضا نطمح باش نكون اول قناه في الجزائر في الطبخ. اهم حاجه تكون وصفات ناجحه باذن الله مبسطه ويقدر عليها الجميع، بالاقل بالاقل باذن الله نوصلوا للمليون و5 ملايين و10 ملايين، لما لا واكبر قناه في الجزائر. وكل واحد هنا حيكون الحدود تاع الطموح تاعو. انا الطموح تاعي باذن الله حنديرو عالي وحنعمل ان شاء الله باش نوصلوا، يعني هذا حيكون بتوفيق الله. انا عليا العمل ثم التوفيق حيكون من عند الله عز وجل. بخصوص الاسم ما قدرتش نطلب الاسم باللغه العربيه، يعني طلبته ما قبلوش، درت الاسم هذا هشام كوك الاسم تاعي للقناه. إذن هذا ما كان، الله بالتوفيق لكل قنوات الجزائرية إن شاء الله توصل لهذا الرقم، توصل أكثر. نتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم.